مشاهدينا، ينضم إلينا الآن مباشرة من المنصورة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري لإلقاء الضوء على أصداء زيارة الرئيس السيسي أمس وافتتاحه مدينة المنصورة الجديدة. إليك محمود. نعم، بعد التحية يعني لازالت الترحيب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ننقل صداها سواء في قرية الحصص التي كنا بها أو هنا في مدينة المنصورة الجديدة. هذا الحلم الذي طال انتظاره وتحقق بالفعل بوجود هذه المدينة التي إحدى مدن الجيل الرابع، وهي المدينة الذكية الحديثة. نتواجد تحديداً على كورنيش المنصورة الجديدة، هذه الوجهة السياحية الجديدة التي تنضم لمثيلاتها من المدن الجديدة ومن المدن السياحية الجديدة. كورنيش المنصورة الجديدة به عدد من الخدمات الترفيهية والسياحية الجميلة، فضلا عن المناظر الجميلة الذي يتمتع بها هذا الكورنيش. فهذا الكورنيش يتمتع بوجود عدد من الأماكن الترفيهية كالمطاعم والكافيهات، وأيضا أماكن أو مقاعد للجلوس، وأيضا عدد كبير من المساحات الخضراء، وأيضا وجود أماكن للقراءة وتخصيص حارة للدراجات، وأيضا وجوده بجانب عدد كبير من الشواطئ المحيطة بالكورنيش. يكفي أن هذه المدينة تتوسط بالطبع محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كيلومترا. عندما أتينا إلى هنا إلى كورنيش المنصورة، بدأ المواطنون في التوافد إلى كورنيش المنصورة للتعرف على مدينة المنصورة الجديدة بعد أن افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. نعم. وعندما التقينا ببعض المواطنين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بأن تكون هذه المدينة موجودة، يعني كانوا يسمعون عنها في القديم، لكن الآن أصبحت واقع يعيشونه من خلال هذه المدينة التي تحتوي أيضا على عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة، وأيضا الخدمات الترفيهية أو الخدمات الحكومية الأخرى الموجودة. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة المنصورة الجديدة. شكرا جزيلا لك.